مرحبا، بهي الحالة رح أحكي لك عن طريقة إلصاق تيجان زيركونيا على أسنان أمامية علوية. أول شي طبعا رح أعمل عزل بالربر دام، عزل يكون احترافي، يكون ما في أبدا أي رطوبة، لأني أنا بدي أعمل لصق بالسمنت دول كيور، فلازم يكون عندي أنا عزل كامل. ومن ميزات هذا العزل أني أكشف كامل حواف نهاية التحضير. أول مرحلة لازم أعمل هو ساند بلاست لتيجان زيركونيا من الباطن. هي المرحلة كتير مهمة، كمان أحمي ساند بلاست بأكسيد الألمنيوم 50 مايكرون لمدة 10 ثواني على الأسنان المراد وضع التيجان عليها. هي مادة زي برايم، هي اللي مادة الرابط للزيركونيا والميتال. راح أعمل أنا وضع ل باطن الزيركونيا عليها واتركها لمدة دقيقة طبعا بدون لايت كيور. وهون راح استخدم انا بوند من جي سي يونيفرسال، مثل ما شايفين هون انا عم بطبق على الاسنان بعد ما عملت لها ساند بلاست. هون ما عملنا اتش لانه ما في انامل، حوافنا كلها على دنتين. طبعا عملية رابينج مزبوط لليونيفرسال، كمان هون عملية تيار هوائي حتى تشيل السولفنت من البوند، كمان تطبيق البوند مرة تانية، نفس البوند راح نطبقه مرة تانية، كمان تيار هواء، بعدين لايت كيور. هيك أمننا الحناء قاعدة قوية من الالتصاق على السن. وهلا هون هذا السمنت دول كيور انا ما حط، هو اوتوميكس لكن بمزجه يدوي حتى ما يصير هدر كتير بالمادة. وهون حطينا عبينا كل باطن الزيركونيا وخليناه ينزل يستقر بمكانه تماما. راح نشيل الاكسس من السمنت بواسطة اول شي براش نايلون قبل ما نعمل اي لايت كيور. كل الجهات راح زيل الزائد من السمنت الريزيني. راح اعمل لايت كور هون كم ثانية فقط، بعدين راح استخدم الشفر رقم 12 حتى زيل الزوائد بشكل كامل. يفضل هون نستخدم التكبير، يكون تكبير عالي حتى ما يبقى أي زائد من السمنت لأنه راح يعملنا مشاكل بالجنجيفا. وآخر شي راح نعمل لايت كيور أخير لمدة 20 ثانية لكل وجه من السن. راح استخدم بعض شرائط السحل الزجاجية. كمان الكراون الثاني نفس المبدأ، راح أعبي السمنت مظبوط ما خلي فراغات داخلية جواته. راح ثبت السنترال الثانية بنفس الطريقة، إزالة الأكسس من السمنت بواسطة برش نايلون. لايت كيور خفيف، إزالة الزوائد بواسطة شفرة رقم 12 من كل الجهات، كمان لايت كيور نهائي. ثم شرائط سحل متدرجة الخشونة. هلا هون انا فكيت الكلام بالبي فور عن السنترال وعم بركبه على الليترال. ملاحظين انا عم برفع الشيت بوسط البام السبابة
عم بكشف حواف التحضير، وبعدين بعمل تكييف للشيت بحيث يسد لي كل الفراغات المحيطة بخط الإنهاء. كمان فكينا الكلام بالبيفور، هون منشوف منلاحظ إذا في أي زوائد على الكلام لازم نشيلها من زوائد السمنت. بنفس الطريقة ركبته على اللترال الثانية. ملاحظ كمان هون عملنا ساند بلاست، ملاحظ انه شلون حميت السنان المجاورة بواسطة تفلون حتى ما تتأثر بالساند بلاست. كمان بوند يونيفرسال بنفس الطريقة. تيار هواء حتى نطير السولفنت. لايت كيور على الأسنان حتى يتصلب عندي البوند. الزي برايم هو رابط الميتل والزيركونيا، كمان رح نحطه على اتجاه الزيركونيا من الداخل. طبعا بس تيار هوائي ونتركه لمدة دقيقة. بعد ما مزجنا السمنت الريزيني كمان عبينا بالكراونات ووضعه بمكانه وإزالة الأكسس. كتير بدك تعطيها أهمية لإزالة الأكسس. وهلأ إذا بتلاحظ شلون أنا بدي نظف المنطقة الملاصقة بين التاجين الزيركونيا من التفلون، رح أعمل حركات للأمام والخلف، ورح ثبت أنا قبل ما طبعا أعمل لايت كيور رح ثبت تاج الزيركونيا بوسط إصبعه وزيله للتفلون بالإصبع الثاني. كمان ادخال دنتال فلاس بين السنين للتنظيف. ننتبه انه الضغط بده يكون باتجاه الداخل مو باتجاه نزع الكراون. كمان هون عملنا لايت كيور بنفس الطريقة اللي حكيناها من شوي. وهلا انا بعمل تعديل اركنسز ستون، بعملها تسوية بواسطة بير تكون ناعمة، يعني تكون لون احمر او اصفر حتى تصير لنهاية مستدقة قدر الإمكان وتنزل تحت الجنجيفا بالعمق، لأن هي أفضل شيء لتعملنا في فينيشينج هون مظبوط بالمنطقة. من كل الجهات راح ندخل هاي البير ونعمل فينيشينج لمنطقة الإلصاق. بوسط سباتولا كمان فينا نحن نبعد الربر دام شيت عن خط الإنهاء ونكشفه وندخل هاي البير على هذا الشكل حتى توصل لخط النهاية. وهلا بوسط كمان رؤوس مطاطية، لكن هالمرة حتى نعمل بولشينج للمكان. كمان رؤوس مطاط. تبريد بالماء. أه
مرحلة أخيرة كمان رح مرر أنا الشرطان السحل الزجاجية، وهيك بنكون إحنا انتهينا، فكينا ربر دام شيت، وهيك بعد التثبيت مباشرة. وبشكر حسن استماعك.